بيه، ما قلت لك ما بدي اشوف حدا ابدا؟ كيف هيك بيرموها لمرت ابني بالسجن يا خضر؟ لأنها ما قدمت إفادتها قدام المحكمة. خضر، مريم أم لولدين، بدل ما تدخلها هي على السجن فوت أنت، أو الياس بفوت. إذا بدهم مرة بدخل أنا بدالها، بس خليها هي تطلع. شو هالبهدلة هي اللي تبهدلناها؟ إذا لازم حدا فينا يدفع الثمن، أنا اللي بدي أدفعه، بس ما عم يمشي الحال يا أمي. مرت ابنك هي اللي ما عم ترضى، البسي هالجاكيت منيح يا أم شلحي. نه أشكار نه تيتراف، نه أدرس نه بار سوكاك بار. سورمادان بولامادن، بلكي ده بن يولومو كايبتدن. أوكسام دا سويليمم أدن، چونكو بن سيني suya hapsettim. Sormadan bulamadım, belki de ben yolumu kaybettim. Okusam da söyleyemem adını, çünkü ben seni suya hapsettim. Ezberledim ben okuya okuya, bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde, uykum kaçsa bile uyanamadım. Sormadan bulamadım, belki de ben yolumu ben yolumu kaybettim. Okusam da söyleyemem adını, çünkü ben seni suya hapsettim.
صباح الخير سوايا، جبت لكم رفيقة جديدة، هي بأمانتكم. الله يفك أسرك. تطلعي بالسلامة. الله يفك أسرك يا أختي. الحمد لله على سلامتك. الله يفك أسرك. الله يفك أسرك يا خالتي. Söyleyemem derdimi çünkü ben seni suya hapsettim. Ezberledim ben okuya okuya, bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde, uykum kaçsa bile uyanamadım. Sormadan bulamadım, belki de ben yolumu kaybettim. Otursam da söyleyemem adını, çünkü ben seni suya hapsettim. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem derdimi, çünkü ben seni suya hapsettim. افتحي تمك. يلا كلي بقى. مشان كلي. كلي هذا اللبن. يلا زينب، يلا يلا يلا. برافو عليكي شطورة. وبنتي اسمها زينب، بتعرفي هالمعلومة؟ طيب وين هي؟ هي بالبيت. ليش هون مو بيت كمان؟ قاعدة مع أبوها هلأ. بسليفري كمان؟ هي أبوها بسجن سليفري. لا مو هنيك، بغير بيت. معناها أنت بدها تجي لهون؟ احتمال تجي بكرة. ما في داعي تجيب لعبتها معها، عندي هون ثلاثة. لك أنا بدي أكلك. قولي لأشوف كم يوم تبقي مع أمك وكم يوم تبقي مع أبوكي. فرجيها على إيدك. يلا أنا ببقى مع ماما 5 أيام ومع بابا ببقى 3 أيام. بدي أكلهم أكل لأصابعك هذي. لا ما فيكي تاكليهم، حرام. عم بمزح. نحن كتير تعبنا اليوم، خلينا نقوم ننام حبيبتي. يلا يلا صار وقت النوم يا روحي. قولي لهم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانت بخير. عن جد كمان ابوها بالسجن؟ ايه بالسجن. ليش معقول بتقدر تقعد مع ابوها بالسجن؟ لا شو إلى شغل الطفلة بالسجن للرجال؟ اصلا ما بصير هالشي، قصدها بتروح تشوفه وترجع. ليش ما إلى حدا تاني؟ ولا حدا. في واحد من معارفهم هو بياخدها على السجن لعند أبوها وبيرجعها لهون. تعودت تقعد بالسجن وكأنه بيتها. قديش بقي بمحكوميتها؟ شو كان اسمها؟ آيتان. لسه باقي 5 سنين. شو رح يصير بمدرستها بعد سنتين؟ الإنسان وقت يفوت على السجن بصير يفكر على شو بده يحمد ربه، ما بيقدر حتى يختار التمرد بوقتها. وبعدين بتجي طفلة عمرها 4 سنين بس
ببساطة بتقلك يا مريم ولا حرف. سكري تمك. في شغلات كتير قدام عيننا لنحمد الله عليها بس مو حاسين، بس لحتى نلاحظها بكفي يكون عنا أصبع صغير. انتي شيلينا من هالشي هلأ. الله وحده بيعلم شو بتكوني عم تكتبي بهدول الأصابع ديناز. أنا عم بكتب شغلات صغيرة تعجب العالم هون، ببعتها مع المحامي لأمي وخطيبي وأخواتي بيقولوا إنها عم تعجبهم كتير، بس بصراحة ما بعرف إذا عم يقولوا هيك لحتى يرفعوا من معنوياتي ولا لأنها عن جد حلوة. تقري لي إياها اليوم، وإذا بكيت بتكون حلوة. يعني بتعرفيني أنا مو بهالسهولة ببكي وبتأثر. معناتها أكيد رح أقرأ لك ياها. لا أتركي من إيديك، أنت لساتك ضيفة هلأ، وإن شاء الله تروحي من هون وأنت ضيفة قبل ما تصيري من أهل البيت. صحي جايبة معك صور للأولاد؟ حابة كتير أعرف شكلهم إذا بيشبهوكي ولا لا. معي. حلوين مثل أمه. لطفية اعملي لي قهوة. أمرك. كملوا أكل أنتو، خلصوا صحونكم، أنا أكلت قبلكم. بكرة أمكم تطلع من السجن وبتزعل لأني ما انتبهت عليكم. اسمعوا كلمته، لازم تأكلوا. سبقناكم وأكلنا. اتصلوا من المدرسة وقالوا إنه غياباتكم كترت، واللي فهمته إنه الأساتذة بمدرستكم خايفين عليكم. طيب شو يعني؟ أنت كمان الحق معك. بابا بكرة رح نقدر نشوف أمي؟ رح نروح إن شاء الله. بابا ممكن ما تروح معنا؟ والسبب؟ لأنه واضح إنها عم تعاندك. شو معنى ما تقدم إفادتها؟ عرف إنتي يا خضر شاكر بيلي، وصلت الرسالة؟ صح، عم تحكي مزبوط. نحن رح نروح ورح نبكي قدامها، ووقتها إذا ما رح يوجع قلبها على مرة ختيارة واثنين أولاد تبقى قد ما بدها تصفي. لك هي مرتي، بلكي مشتاق لها شي حلو والله. تفضل. بعرف أنا عنيدة، بس وقت اللي تشوفني رح تلين. أنا أكتر حدا اشتقت له.
قايمة افتح. أهلين، أهلا وسهلا أخي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ بنتي خلي الشباب يوصلوك على بيتك، أنا عندي شغل خاص شوي مع محمود. ايه طبعا اخي، تفضل فوت. اهلين ريس، يا ريت خبرتنا. رح روح لعند نازلي نحكي بعدين محمود، ما في داعي تجي. تصبح على خير. تلاقي الخير. ريس فيك شي؟ كيف بتعمل فيني هيك؟ احكي قلي الشرف. أنا شو عملت لك رئيس؟ شو عملت لك يا قليل الشرف؟ ولا فخر اللي أوص عليك وكتفك مجروح من شي تاني، كله كذب. ولك يا قليل الشرف، لنعتبر انك أوصت الياس لأنه خصمك، بس اللي مريم شو عملت لك لا تخبر عنا وترميها بالسجن. أخي مين عم بيقلك هالشغلات؟ بحلف لك بالله كله كذب. كذب؟ ايه طبعا كذب، ما حياتك كلها كذب بكذب. اخي الياس عم يفتري علي. لك الياس شو؟ لا نوزت، رجل المخابرات نوزت، جمع تسجيل اتصالاتك والفيديوهات وحطهم قدامي وأهل. يا أما رح تشتغل مع الدولة، يا أما رح أنشر كل هدول التسجيلات والفيديوهات وفرج العالم قديش أخوك ندل.
مو بس الياس وخضر كمان ومرته مريم وعشيقته يستاهلوا كل هذا اللي صار فيهم. حتى اللي صار قليل بيستاهلوا أضعاف. وأنت كمان تستاهل. الكار يلا تعب بسرعة على بيت محمود. رايح اغسل ايدي وشي. عادوا لك واذا رح تتحرك حركة من مكانك رح اغوصك براسك. ما ضل فضيحة وما سببت لي اياها. على الاقل تورطني بقتلك. الياس أنا ما عم أقول شي شخصي، أنا عم أقول النسر السيبيري ما بيشبه بكر تبع مبارح. أما أنا يلي عم أقوله شي شخصي يا أخ وهبي، لأنه هي أوامر من الرئيس، لازم نلاقي المكان يلي خبى فيه الدولارات حتى لو كلفنا الموضوع أنه نقضي عليه. ماشي فهمنا، الموضوع مو موضوع مصاري أبدا. شو كمية المصاري؟ هذا الموضوع موضوع مصاري وبس. مليار دولار. الله يرزقني مثله. هاي مصاري الدولة. الدولة العميقة عندها خطوط اتصال عبر هذا النسر السيبيري. بيوثقوا فيه بطريقة عجيبة، ومو بس عنا، حتى الروس كمان. وليش برأيك خبرك نوزت بهي الأمور كلها؟ هو ما حكى هيك بالضبط. أنا ربطت كل شي خبرني إياه ببعضه ووصلت لهون. اللي أنا عم أقوله يا الياس، ما بتقدر تحط إيدك على مليار للدولة. أوف، بس الكلام يلي حكاه الريس يا أخ وهبي، ما بتقدر تتفاهم مع نوزت وحتى يلي أعلى منه وتفرض عليهم شروطك إلا إذا حطيت إيدك على هالمليار دولار. فهمت علي؟ يا أخ وهبي، هاي المصاري ما رح تكون إلنا. باللحظة اللي رح نتفق مع الدولة رح نرجع لإياهم. مو هيك قلب أصلان؟ بهي الحالة القرار لعمي. ما عم يقصدني لإلي، قصده عمو الكبير. يا شباب، موضوعنا مو المصاري، مرت أخي هلأ بالسجن. وبعدين ما بتتذكروا أنه نوزت هو يلي قالنا رح تترحموا على هاي الأيام والجاية أعظم؟ عم تقول أنه الموضوع مو موضوع مصاري. انسى المليار دولار، ما بتقدر تسرق مجرد ختم من الدولة. بلا ما نقول عنا سرقة يا وهبي، منقول استعارة مثل الضمان، مو هيك الياس؟ وهبي انت بتقدر تحكي هاي الامور للصبح مع الرئيس. خلص احكي معه. بكل الاحوال مرته هلأ بالسجن وما عم يروح لعند نازلي. انت روح واحكي معه على كيفك، اساسا هو هلأ بحاجة مين يقعد معه ويسلي. لهيك يعني انا موضوعي هلأ المصاري. 99% من المصاري موجودين بمستودع النسر السيبيري بهذا الوقت، مو هيك؟ هيك. بس نحن كيف رح ندخل على هذا المستودع؟ يا جماعة أنا رح أعرف كل شيء، وين أضعف نقطة بالمستودع، وإذا بيندخل عليه وكيف،
وكمان كم شخص في جوا وشو نظام الكاميرات فيه. بس نوزت ما لازم يسمع بهالشي، وحتى ما لازم يشك أبدا. قالب أصلان ما في حدا بيجي بيعلمني شغلي. انت وقت قلت 99% لعب الفار بيعبي، حتى لو كانت النسبة 1% بركي ما كانوا هنيك. يا صهر إذا ما لقينا المصاري ما في مشكلة، منروح ومنقوس لنا كم رصاصة ومنرجع. بس إذا كانت المصاري هنيك وين بدنا نحطها يا ترى؟ بأي مكان بدنا نخبيها؟ لازم تفكروا بهذا الشيء منيح. هاي صارت مشكلة الرئيس، انتو شو دخلكن؟ لنفترض قتلنا للسيبيري واخذنا المصاري اللي حطتهم الدولة عنده، لازم نفكر وين بدنا نروح. لا تروح لمكان الرئيس جاي. بدي شم شوية هوا واستنى الرئيس تيجي، ضروري احكي معه شوي. مساء الخير. مساء الخير. تفضلي. هداك. أيوة. تفضل يا سيد. شكرا لي. أنا اللي بشكرك، مع السلامة. أوه داود بيك. من هالبيت. أنت كمان أجيت على المسرحية؟ أنا ما شفتك. بتمنى ما تكون مشيت علينا اللعبة. مثل العادة كنت قاعد بمكان مدعوم، بس أنا موظف دولي مسكين ما لي حدا. لا لا العفو. ليك يا الماز، لا تشوفه هيك عم يقول إنه موظف دولي مسكين وبسيط. داود بيك أستاذ معروف كتير. أنا تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان. وين بتدرس؟ لا تصدقوا أني أستاذ، أنا متقاعد. كل همي هو أعرف إذا في سمك للصيد، وإذا هذا السمك رح يكون هالسنة كتير، وشو وضع البحر. إلا كان خلينا ناكل سمك شي يوم، بس أنا اللي عازم. على راسي عنال بيك، تشرفت بمعرفتك يا وأنا مصر. أكتر. تصبحوا على خير. وإنت بخير. شوف مع السلامة. يا يلمز، شفت شلون؟ هيك بيكونوا أسياد اسطنبول القديمة المحترمين. حتى ما سألني شو بيشتغل رفيقك. فهمنا انه هو من أسياد اسطنبول المحترمين، بس انت من وين يا ترى؟ في انسان بيعرف عن رفيقه مثل ما قدمتني يا ترى؟ شو لازم كنت قول يا يلمز؟ ها؟ قله ملك لعبة القمار يلمز بيك؟ يلا تعا معي تعا. تصبحوا على خير. يلا. عجبتك المسرحية؟ حلوة وغريبة شوي كمان، فيها نظرة للمستقبل. أيوة هاي الأمور اللي ما بفهم فيها. خليني لكان أحكي لك على لعبة بتفهم فيها. الأمرجي يلمز والتاجر أونال معه إجوا ريحوا ضميرهم شي ساعتين بهاي المسرحية. هن كانوا هنيك؟ أساساً أنا رحت لأنه نهنيك. ممكن تشرح لي أكتر سيدي؟ رحت لشوف إذا أونال شاكك بشي. لحد الآن ما بيعرف مين أنا وشو بشتغل. بس إذا هالرجال عرف شي يوم أكيد رح يموت من قهره. لا، اللي من أمثاله لأونال ما بينقهروا أبداً.
وحتى لو افترضنا أنه انقهر، أنا عم حضر له خطة موت مختلفة. ايه احكي لي لشوف، سليم مات من قهره يا ترى؟ روحه عم تطلع. طلع فيني؟ اكيد رح يخبر خضر. برايك رح يفرط باخوه؟ هدول المافيا في عندهم خاصية مهمة كتير، بيحبوا عائلاتهم وخاصة اخواتهم الشباب اكتر شيء. بس ما بيحبوا حدا اكتر من حالهم لو شو ما صار. ما بدي حدا يعرف او يسمع بشي يا إيلكار، انت الوحيد اللي رح تعرف مكانه. خلي يروح من هون بالسفينة على اليونان، ومن هنيك بتزبط له حاجز طيران، يروح لوين ما يروح ان شاء الله على جهنم اللي تحروه. رح ابعته على ألمانيا لعن جماعتنا. لبعيد يا إيلكار لبعيد، أبعد مكان. لا تقلق يا أخي، رح روح لأبعد مكان وما عاد أرجع لهون أبدا. هلا عن إذنك أنت كنت بمثابة أب لي، وأنا كنت دائما عصب عليك بدون حق. بعرف اني ما عاد شوفك ابدا، لاني ما رح ارجع لهون. بس على القليلة بدي اعرف قبل ما سافر انك مسامحني. بجوز شي هو مسامحك يا محمود، حتى أنا ما بدي أعرف لوين رح يروح. أنت بتأمر سليم آغا، على القليلة زبط وشك شوي مشان ما يشوفوك الشباب هيك. وإذا شافوني مفارة
بس رد على القليلة. صرت بتعرف إذا ما في شي مهم ما بتصل. أنا ما عاد أقدر كفي مع محمود. رح أقول اليوم لخضر يجي ويخلصني منه بأي طريقة. تعرفي شو يعني أخوي يجي وينزل في ضرب يا نازلي؟ ما بعرف شو يعني أختي، بس لو يتكرم علينا ويرد على التليفون كنا عرفنا وقتها شو يعني. لا تطلعوا على كلام أمكن وإنه هي ما عندها ذنوب قد ذنوبي. نحن بالنهاية بشر والبشر أكيد بتغلط، بس أغلاط أمكن أغلبها من غيرتها. يعني بابا، أمي عن جد متورطه بجريمة ولا لا؟ أمكن بعتت هذا الشخص اللي انذكر اسمه على بيت نازلي مشان تخوفها، يعني فركت إذن. طيب والجريمة؟ شبك جريمة شو؟ الرجال مانو موجود. جريمة شو؟ لحتى يكون في جريمة لازم يكون في جثة، مزبوط حكي؟ بابا كان لازم يعتقلوك أنت. ليش يعتقلوا أمي وعم يحاكموها؟ عمر، أمك عملت حادث وكانت عم تتخانق مع نازلي، ونازلي قالت لها أنت بعتي دورسون على بيتي، وأمك ردت عليها إيه بعته بس رغم هيك لساتك عايشة. وقتها قالت لها نازلي مشان تستفزها لأمكن إنه ما قدرتي تقتليني وأنت قتلتي لدورسون، بس أمكن عصبت وما سكتت وقالت لها أنا قتلته لأنه ما قدر يقتلك. واللي اسمها نازلي قالت هالشي للشرطة؟ لا يا بنتي، سجلت كلامها كنوع من التهديد مشان ما عاد تتجرأ أمك وتعمل شي معها، بس نسيت تليفونها بالسيارة بعد الحادث، والشرطة وقت شافت السلاح لقيت معه التليفون. وشو عم يعمل السلاح بالسيارة؟ شو بيعرفني، بلكي مشان تخوفها بس، أو أخدته معه احتياط، بالنتيجة كان الوقت متأخر والدنيا ليل كمان. طيب بابا، أمي ليش مصرة على عنادة وما عم تحكي هاي الشغلات للشرطة والقاضي؟ مشان ما عاد اطلع بوشها لنازلي، بحجة إنها فاتت على السجن بسببها. رح تطلع بوشها بابا؟ لا تنسى هي اللي تسببت بحبس أمي. بأي فترة ما عم أطلع بوش حدا، بس رح أطلع بوش الطفل يلي جاي، أكيد ما رح نرميه بالشارع. شوف بابا، أنا فهمانة عليك شو بدك تعمل. أكيد أنت عم تقول بعقلك بكرة بس تولد نازلي هذا الولد بروح بجيبه لهون وبربيه معكن كمان. يكون بعلمك ولدك رح اقتله وبروح بقعد بالسجن عند امي. معقول يطلع من تمك الحلو هيك كلام يا زينو؟ ها ماشي كلنا زعلانين، بس انتبهوا على الكلام يلي عم تحكوه، أنا أكيد مميت من الفرحة هون. بابا، إذا كنت أنت عم تدور على حدا يعطيك الحق فما رح تلاقيه هون. هي عم ينادولك من البيت التاني، بركي بترتاح هنيك. Thank you.
عم يتصل. ألو؟ شوفي نازلي، إذا عندك وقت ممكن تيجي في شي بدي خبرك يا. قولي اللي بدك تقولي على التليفون. مو عم يتنصتوا؟ ايو يتنصتوا. اللي بدك تقولي على التليفون بده يعمل لي مصيبة يعني؟ صديقك سليم ضرب محمود وكان رح يموته. ومين قال لك؟ ياران كانت عند محمود. اجا سليم فجأة وقال لي ياران روحي انتي وبلش ضرب بمحمود. وشو الموضوع؟ ما منعرف. قلت بجوز انت تعرف او بتحب تسأل عن القصة. ايه منيح رح اعرف. في اي شي تاني؟ شو رأيك انه تجي لعندي؟ منحكي. قال منحكي. اذا ما بدك بلا ما تجي. شو عم يقول؟ شو بده يقول يعني؟ ما عنده علم بشي لأنه قاعد عم يبكي على مرته. قال رح يسأل وبعدين بيخبرني. خلص روحي، لا تتعبي أعصابك. ليك يا ران، نصيحة مني لإلك، اهربي وانفدي بحالك، بعدي أحسن لك. سليم شو عم تساوي؟ أنا تعبان يا خطر. خير؟ أنت وينك هلا؟ أنا بالبيت بس رايح على المعرض، تعال لهنيك. ماشي رح أجي. سليم صوتك تعبان، إذا في شي أنا بجي. لا أنا بجي. طيب عم استناك سليم. Thank you.